استاذ بس هاي مو منه يعني هو اذا يفوز طيب اصوات استاذ سيد انا مو بس انا مو بس انا مو بس انا مو بس تاجر اسمع وجاي مارس صلاحيته بس كل شيء ما كان شيء ايجابي موجود على نادي النجم اعطيني وحده ما كان ايجابي انا مو بس نادي اللعبه يوم ما نخابره لو نريد نسوي بشيء على الحكم ما نقدر نخابره لان الامور كلها تتخرب علينا اسمع شوي زين انا مو بس اسمع الناس واقفين له هو ما واقف قد النجم ما واقف الاول يجي يصير هو عضو اتحاد يضمن حتى يصير عمره 90 كلمه اتحاد خليه يصير خليه يصير بس ليش يصير مباراه نادي النجم اشكرك استاذ لا ملكك ولا ملك ابوك ولا الخلفاء ولا ملك ابويا ولا ملك ابوك نادي النجف ملك مدينه النجف كلها كلها نادي النجف ابو علي موجه متامل وكلها نادي النجف وليس من كلها نادي النجف استاذ خضير انا اتمنى احنا ما نشتغل لا عندك ولا عند غيرك نشتغل عند المصلحه العامه لا عم جبنا قانون منك العامه القانون يطلعني عم بجيب انت طلعني اجيب ابنك سوي له عقد ب 70 مليون لا انت طلعني تجمع الناس اوراقك وانت عمرك 80 سنه ادعي ترى نعرف كل التفاصيل لا خليني احكي حتى اقول عسل لك شويه طير ابو علي اقول تعرف كل التفاصيل طير انا اشرفك واشرف شرفك نعم ونشرفك ونشرف عشيرتك ونشرف كل بيوتك انت استاذ خضير من تكون انت قدام نادي النجف اللي خليتهم تفوتهم بالاربعينيه حتى تسوي بطوله حتى ما حد يروح يزور الحكام من انت؟ هذا شوف هذا الكلام شوف هذا كلام هذا الكلام التافهين هذا كلام التافهين استغفر الله انا تافهين ابو علي ابو علي استغفر انت اول ابو علي انت ابو علي الحسين انت اول الملحد وثاني توقف وتقول يلا حسين للاسف استغفر شكرا جزيلا وانا مبادئ ما ناسف يلا 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 استغفر استغفر ابو علي نتمنى لهنا وخلص يعني الحوار لا لا الحوار ما يخص هذا النجم انا مضطر اقطع علينا اقول لك